تعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم، وترجع المكانة الكبيرة لمصر سياحيا لتعدد المعالم السياحية، حيث تمتلك مصر بمفردها ثلثي آثار العالم تقريبا، إلى جانب العديد من المطاعم والمحال التجارية والفنادق الفخمة والحدائق الشاسعة والمساحات الخضراء والمقاهي الرائعة، كل هذا داخل مصر إلى جانب الحضارة. فمصر بها أول حضارة عرفها التاريخ، وهي الحضارة الفرعونية. لهذا تعتبر السياحة في مصر من أهم مصادر الدخل القومي. عرفت مصر طوال تاريخها بأنها مقصد السائحين والجولة، منذ زارها هيرودوت في التاريخ القديم مسجلا اندهاشه من اختلافها الشاسع عن بلاده. وظلت مصر كذلك طوال تاريخها القديم والحديث، غير أن اكتشاف آثار الفراعنة منذ بدايات القرن الماضي قد أضاف سحرا خاصا إليها، إلى جانب ما بها من آثار دينية وحضارية فريدة، وكذلك سواحلها السهلة الممتدة، وما بشواطئها من كنوز الشعاب المرجانية الفريدة، وهو ما يجتذب شرائح مختلفة من السائحين من كل مكان في العالم. كما تتميز مصر بوفرة في المزارات السياحية وكذلك البنية التحتية السياحية، والتي تشتمل فنادق الخمس نجوم والقرى السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران. وأكبر المدن السياحية في مصر القاهرة والإسكندرية والغردقة والأقصر وأسوان وسيناء، خصوصا جنوب سيناء في مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، حيث الرياضات المائية كرياضة الغطس والتي تجتذب السائحين من شتى أنحاء العالم، وعلى الأخص من ألمانيا وإيطاليا من محبي هذا النوع من الرياضات. كل هذه الأسباب لا تؤكد وتعزز من المكانة الكبيرة لمصر سياحيا. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء، ومن فقراتنا النهاردة فقرة مرشد سياحي صوت مصر، ودي مبادرة وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع صاحب المبادرة المقدمة، وهو الأستاذ تامر سعيد العسيلي مرشد سياحي وصاحب مبادرة مرشد سياحي. أهلا بحضرتك معانا وصباح الخير. صباح الخير. حضرتك مرشد سياحي؟ مرشد سياحي. فبالتالي من يعني المفروض في المجال اللي يطلعوا بقى الأفكار اللي تساعد السياحة في مصر. دي حقيقة يعني أولا كان ليا حظ وكان ليا الشرف أكون متواجد في المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ مع حضور السيد الرئيس. شايفين البادج. البادج موجود. كنت واخد معايا مبادرة عن تنشيط السياحة. كان مبادرة مني كده برضو بحاول بقدر الإمكان كواحد من أبناء المجال إن أنا برضو أسلط الضوء أو تكون في فكرة تنشيط السياحة. كان في بس حاجة في المؤتمر إن أنا ما كانش في تمثيل للسياحة حقيقي في المؤتمر، يعني ما كانش في سيشن أو جلسة عن السياحة في المؤتمر. فبالتالي بدأت أوصل الفكرة بتاعتي إزاي، فقابلت الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس الشعب. دكتور عمرو تواصلت معاه واديته الفكرة. الفكرة ببساطة جدا ان انا احنا بنصرف كتير جدا ملايين على تنشيط السياحة في المعارض الخارجية، وده شيء اساسي ومطلوب، بس احنا ممكن برضو ندعم الفكرة دي عن طريق داخليا هنا، عن طريق نستخدم السوشيال ميديا او الفيسبوك، ان احنا مثلا بنعمل سي دي فيه كل التاريخ بتاع مصر، وبالتالي نبدأ نحط فيه برضو نفس الأحداث الجديدة اللي طرأت على مصر من أول 25 لحد 30 يونيو، تغيير المفاهيم للعالم. السائح بيجي القاهرة أو بيجي المطار عشان ياخد الفيزا، فبالتالي لما يديله السي دي ده كهدية وبيرجع تاني بلده فبيتفرج عليه، فأكيد في خمسة ستة أو أسرته بتتفرج، فبالتالي بيشوف المقاصد السياحية وبيشوف برضه التاريخ أو إحنا وصلنا لحد فين بالنسبة للأحداث الحديثة اللي حصلت في مصر. لو السائح ده عنده مثلا سي البرنامج بتاعه القاهرة والأقصر، السي دي ده موجود في شرم، في الغردقة، في أماكن تانية، في ديستنيشن تانية هو ما شافهاش، فبالتالي أنا بلفت نظره عليها.
بالتالي انا برضه ممكن اعمل انشئ صفحه على الفيسبوك واسميها مثلا زيز ايجيبت، عن طريق اي جيست نازل في الفنادق بيملى بياناته الشخصيه وبياخد الايميل بتاعه. ليه انا دي داتا عندي، انا ليه ما استخدمش الداتا ديت؟ الداتا دي احنا مش مستفيدين بيها، لا بالعكس، ده دي داتا اخدها ابدا كونتاكت معاهم لما يرجعوا بلدهم تاني، هضيفه على الصفحه، فبالتالي الشخص ده عنده على الاقل فريندز، في اصدقاء حوالي 10 12 20 50. لما ابدا اعمل اي حاجه او ايفنت عن مصر او برنامج عن مصر، او مش لازم برضه يكون في السياحه عن الاثار، ممكن يكون على الفنادق، عن المشاريع الجديده، عن رؤيه مصر للسياحه قدام 20 30، بالتالي انا بنقل الفيجن دي اوريدي من هنا من مصر لبره عن طريق اصدقاء، وبالتالي انا ما اتكلفتش حاجه لان كده كده السورس او المصادر كلها عندي. برضو ان انا السي دي ده اقدر استفيد بيه في تسويق داخلي بره مصر في عمق الدول ذات نفسها. عملت انا من ضمن الحاجات حوالي احصائيه كده ال 10 اشهر ميادين في العالم زي دام سكوير في هولندا. لو انا جيت في الميدان ده وعملت مثلا مكتب متنقل عن مصر، وبالتالي بشكل فرعوني جاذب للانتباه، وكتبت ايجيبت فور فري، الانسان طبيعي لما مش بيلاقي اي حاجه فيها فري فبالتالي عايز يعرف ايه محتوى الفكره دي اصلا، ايه الفري ده، ايه الفري ده بالظبط. فبالتالي هيجي هديله انا السي دي وهديله كتيب فيه كل الويب سايتس بتاعت الشركات السياحه هنا في مصر. طب الفكره دي هدعمها ازاي؟ اقدر عن طريق كل شركات السياحه اللي حابه تحط اسمها بتاعها في البروشور ده تدفع مبلغ معين، وبالتالي يبقى ده تكلفه والاكسبنس بتاعت الفكره دي. يبقى انا كده عملت تسويق داخلي في عمق الدوله نفسها. ممكن يبقى المكتب ده متنقل اسبوع في السكوير ده في المكان ده، اسبوع تاني في مكان تاني، بحيث على مدار الشهر اكون غطيت مثلا سي كل الاماكن المشهوره في هولندا مثلا، وبقيس على حضرتك كده بقى كل باقي الدول. انا لو وزعت حوالي مثلا مليون او 200 مليون سي دي هناك، كام واحد هيشوف السي دي ده؟ وتكلفته انا ما كلفتش حاجه، ده مدفوع من بعمل دعايه للشركات، من شركات السياحه اصلا. لما جيت فكرت طب المنتج السياحي عشان اعمل له دعايه، ما هو لازم محتاج كميه ناس عشان ابدا اسوق المنتج بتاعي، انا محتاج ناس كتير جدا عشان تعرف المنتج بتاعي. فبدات افكر طب ايه الاماكن اللي يكون فيها تجمعات كتيره قوي؟ فاكتشفت ان اكتر اماكن موجوده فيها تجمعات كتيره جدا هي ملاعب الكوره. برضه في عملت احصائيه لحوالي اكتر من حوالي 10 او 12 استاد مشهورين على مستوى العالم. وبالتالي ليه انا ما استغلش؟ كان في بطوله الامم الاوروبيه كانت موجوده، ده كان احدث يعني كان حدث مهم جدا، كان كنا المفروض نستغل فيه، نستغل او نكون متواجدين فيه عن طريق مثلا بوابه، عن طريق على شكل مثلا صاله الاعمده بتاعت الكرنك او شكل هرمي، كل اللي جايين يتفرجوا على الماتش يعدي من خلاله عليه البادج بتاع ايجيبت، ويب سايت لمصر. ليه انا ما اقدرش ان انا زي مثلا لو في مباراه لانجلترا، انجلترا طبعا هوارد كارتر هو اكتشف مقبره توت عنخ امون، وبالتالي النهارده او امبارح عدى 94 سنه على اكتشاف المقبره توت عنخ امون، ده حدث المفروض كان يستغل على الاقل سي دي مطبوع عليه العلم ما بين مصر وانجلترا مثلا، ويبدا نوزعه كهديه مننا للطلبه في المدارس. للاسف هل ده مطلوب يعني مثلا الحكومه البريطانيه توافق او يعني هو ده دور بقى التنسيق ما بين السفاره بتاعتنا اللي موجوده هناك في السفاره بتاعت مصر الموجوده والملحق الثقافي او الملحق الثقافي اللي موجود هناك، بلس وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه، لان كل المجمل في الاخر كله بيصب لمين؟ بيصب في مصلحه تنشيط السياحه ومصلحه مصر. وبالتالي انا لما ابدا لان هم كل الطلبه في بره بيدرسوا المناهج او التاريخ الفرعوني عندنا، وبالتالي لما بييجوا هنا اي رحلات ولا حاجه بييجوا عشان يطبقوا النظري اللي هم خدوه هناك. فبالتالي لما انا اوصل له بالسي دي ده، هو اوريدي انا بقدم له مصر لحد عنده، فبالتالي يكون في عنده شغف وعنده حضور ان هو عايز يجي يشوف الحاجات دي على الحقيقه. وبالتالي مثلا مباراه زي كده، ليه انا ما احطش مثلا في 10 دقائق بين الاستراحه بين الشوطين او في 5 دقائق فيلم قصير جدا عن هوارد كارتر ودور اكتشافه توت عنخ امون في مصر، وبالتالي حوالي لو الاستاد فيه 100,000 يبقى فيه 100,000 واحد شافوا كلمه ايجيبت. وبالتالي لو مفيش حد عنده مش عارفها هيبدا يدور ويبحث لو مهتم. انا بحاول اخاطب كم كبير بس جدا. لا بس هي في الجزئيه دي بالذات، بس حضرتك قلت يعني ان التسويق عايز فلوس، لان عشان تدخل كلمه زي دي في وسط ملعب كوره في اوروبا. انا متفق مع حضرتك، هي مكلفه جدا. ما احنا برضه بندفع كميه مصاريف جامده جدا في نعمل
مكان في بورصة برلين مثلا، وبنطبع فلايرز وبروشورز وتكلفتها. بس مش زي تكلفة الإعلانات في الاستاد يعني، دي أنا أفضل مثلا إنه يبقى بره الاستاد. ممكن وناس داخلة مثلا قدام الملاعب بره، يبقى في بوث كده أو اللي هي الستاندات دي وعليها وبتاع، وواحد بقى شاطر يعني. أنا قصدي تدخل جوه الملعب دخلت في ميزانية ضخمة جدا. لا مش مشكلة، بس أنا مشكلة أنا همي بس إن هو حتى اللي داخل سواء داخل الملعب او في جوه الملعب هيشوف برضه. ممكن نحط مثلا بانر كبير على اشكال السمك في البحر، ايه الكورلز والوسينا دي كلها هتبقى جذابه للناس، وبالتالي هياخدوا جنبها صور. يعني برضه هي حركه تنشيط لاكبر عدد ممكن داخل. برضه من ضمن الحاجات برضه الفكره اللي قدمتها ان احنا لما جينا ننقل اثار ابو سمبل بسبب السد العالي، فدول كتيرة جدا ساعدتنا ان احنا ننقل اثار اللي هي ابو سمبل وبيت الوالي وكلبشه في اسوان. مصر ادت هديه لبعض الدول ديت بعض المعابد في اسبانيا والمانيا وفي هولندا وفي في المانيا في امريكا. طب اوكي، احنا اوريدي كده عندنا معبد موجود هديه من مصر للدول ديت، بنقول لهم احنا متشكرين. طب انا ليه ما استغلش ان حدث سنوي يبقى في قلب في كل بلد، زي مثلا في اسبانيا يبقى في شهر فلان ده اعتراف شكر من مصر لدوله اسبانيا ان ساعدتنا في نقل الحدث ده، وبالتالي احنا عاملين معرض الاثار عندكم هناك في الدول بالقطعه بتاعتنا، بالقطعه بتاعتنا او ممكن مش لازم القطعه الاصليه، ممكن قطعه ريبليكا، نعمل حدث مهم يحمل اسم مصر طول الشهر، بدل ما احنا بنستنى ان احنا نشارك في معرض واحد زي بورصه برلين اسبوع واحد مثلا في السنه. لا طب انا عندي اربع خمس دول اوريدي، انا عندي معابد، المعابد بتاعتي موجوده هناك، طب انا ليه ما استغلهاش؟ صح، وابدا ان انا اخدها دي كنقطه انطلاق وابدا ابني عليها حدث انا اللي انظمه من الالف للياء طبعا مع السفاره، وبالتالي يكون متواجد هناك، يبقى اوريدي اتحط على الاجنده عندهم ان في الشهر مثلا سي اكتوبر ان في معرض مصري موجود، وابدا اتنوع فيه المنتج بتاعي اللي هناك. طب المبادرات دي لما قدمتها في المؤتمر ايه والله الفيدباك بتاعها؟ انا اديتها يعني قدمتها للدكتور عمرو صدقي، وقال احنا في لجنه السياحه مهتمين جدا بالافكار دي كلها، ويبداوا يدرسوها ويشوفوا الافكار ديت ويشوفوا لو في فكره قابله للتنفيذ. هم طبعا هم هيبقوا اقدر يتواصلوا مع هيئه تنشيط السياحه. هو انا كان نفسي ان دايما يبقى نقابه المرشدين السياحيين او المرشد السياحي هو صلب العمليه السياحيه، ان هو اول واحد بيستقبل الجست من المطار وبيودعه. كان لازم يبقى على الاقل مشارك في او يكون متواجد بدور فعال في هيئه تنشيط السياحه. في تواصل مع النقابه، بس تواصل، لكن انت مش موجود في قلب الحدث. احنا يعني حتى لو ما بيكونش سياحي بيطلع مثلا بره ولا حاجه، بيكون مرشد واحد فقط لا غير، مش عدد كافي ان هو يقدر يتكلم عن تاريخ بلده او كده. حتى مثلا لو على المستوى الداخلي وهننشط السياحه والافكار، طب ليه ما تستعنوش مثلا بالمرشدين السياحيين؟ احنا اكتر ناس واصلين للثقافه او للتعاملات بتاعه الجست لما بيجي هنا، فبالتالي نقدر نديهم النقط اللي يبداوا يشتغلوا عليها. برضه من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا هنا في مصر اللي هي رحله العائله المقدسه، بنستقبل بعض الجروبات من طابه وبنيجي. ففوجئت مره في احد الجروبس لقيت معاهم شهادات، فالشهاده ديت مديها لهم وزاره السياحه الاسرائيليه ان هي بتشكرهم ان هم جم الاراضي الاسرائيليه وزاروا المزارات المسيحيه اللي هناك وبتاع. احنا بيجي عندنا هنا الجست والجروب بيقعد حوالي اربع خمس ايام، بنروح على سانت كاترين مصر القديمه، وبعد كده بيبدا يخلص البرنامج بتاعه وبيطلع من غير ما نديله شهاده ان هو خدها. ان دي نوعيه من نوعيات الجست اللي هو جاي بيتلمس خطوات العائله المقدسه، وبالتالي الرحله دي بتكون بالنسبه له حاجه يعني كبيره جدا، وبالتالي لما يرجع بلد تاني وبيحط الشهاده ديت او بيحطها عنده، فدايما في لينك وفي تذكره بيها. طب انا ليه ما احطش برضه اطبع الشهاده ديت واديها له؟ انا كل اللي يهمني ان انا يبقى كل بيت موجود في بره موجود فيه كلمه ايجيبت مصر. صح. وبالتالي اي ضيف جاي هيزور السائح او الجست اللي جه مصر بالطبيعي كده هيسالوا ايه الشهاده دي، انا خدت كذا من مصر وبتاع، فبالتالي يبقى هو عايز يعمل نفس هي هي افكار بسيطه بس ولكنها بتفرق لها بتفرق بالظبط لها بتفرق.
فأتمنى إن شاء الله يكون فيها مردود كويس أو في حد يهتم بيها، وبالتنسيق مع نقابة المرشدين السياحيين طبعا، لأن في عندنا خبرات كبيرة جدا في المجال وأساتذة كبيرة جدا، وفي مستغلين كل اللغات. يعني أنا بستغرب برضه يعني سيادة الرئيس السيسي لما قال إحنا داخلين على مرحلة كلها عمل وعايزين إنتاج، طب انا عندي قطاع ليه انا يعني معطله مهمشه؟ قطاع المرشدين السياحيين 18,000 مرشد سياحي، اكفاء جدا، مثقفين جدا، جميع اللغات الموجوده عندنا. طب السياحه بتمر بظرف حاليا دلوقتي نظرا للظروف اللي بتمر بها البلد، طب انا ليه ما استغلش القوه ديت في حاجه تانية؟ ليه ما استغلهاش في ان انا ببدا اشركه في تنظيم مؤتمرات، ودي واجهه كويسه لكل ضيف جاي استقبله. ليه ما استغلوش في احداث في تنظيم مؤتمرات دوليه، زي مثلا مؤتمر اللي كان قائم به مجلس الشعب مرور 150 سنه على البرلمان المصري في شرم الشيخ، احنا عزمنا وفود كتيره جدا. طيب هل كان في مرشد سياحي يقدر يوري الناس دي كلها جمال مصر وتاريخها وحضاراتها؟ ما كانش موجود للاسف الحاجات دي كلها. فبالتالي لازم يكون في فوكس اكتر على دور المرشد السياحي، وازاي ان انا انمي بلدي، خصوصا ان احنا كنا قطاع من قطاعات الدولة، كنا قايمين بكل الواجبات اللي علينا تجاه الدولة، سواء ضرائب سواء تأمينات، اولادنا كلها كانوا في مدارس خاصة، فشايلين عبء كبير جدا من على الدولة، وسايبين اماكن تانية لناس تستحقها. طبعا بعد احداث 25 يناير والاحداث اللي حصلت بها البلد، طبعا السياحة في انخفاض وقد تكون في حالة صعبة جدا. احنا طبعا من واجبنا الوطني، احنا ما شفنا ان احنا ما ينفعش تقوم بمطالب فئويه زي بعض الفئات الثانيه اللي قامت ايام الفتره ديت، وبالتالي استحملنا ان احنا نبدا نصرف كل امكانياتنا على اولادنا لحد ما تمر بالمرحله دي ان شاء الله. يعني احنا طبعا يعني المجال كبير، لازم ندي فرصه للمرشدين السياحيين زي ما حضرتك قلت، والافكار اللي حضرتك قلتها دلوقتي كلها افكار مميزه، انا يعني شايف انها لازم يتم الاهتمام بيها وتفعيلها، وحاول تاخد كذا جهه، يعني ما يبقاش بس لا ان شاء الله لو تقدر توصل لهيئه تنشيط السياحه مباشره، لو عايز لو تقدر توصل لشركات تقدر تساعد في مبادره زي دي، بس هي فيها افكار فعلا جميله وتتحقق تتنفذ يعني. ويا ريت يبقى المرشدين السياحيين كلهم ياخدوا فرصه ان هم يبقى لهم دور في اعاده بناء القطاع. لان انا خايف في اخر حاجه اللي برضه انا خايف السياحه لما ترجع هنقابل مشكله اكتر ما هي، مش هنلاقي الناس، مش هنلاقي الكوادر والخبره موجوده، كوادر كتير ثابت في المجال عشان يلاقوا شغل في حته تانية. بالظبط، فده لازم عاملين حسابنا لكل ده. اكيد اكيد. انا بشكرك يا فندم على الافكار دي، ورب بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك ومسيح حضرتك كبير. شكرا لحضرتك. نطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع، واخر فقراتنا مع حضراتكم النهارده ومصر جميله.